أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في الملف الثاني من هذا المساء. قالت وزارة الدفاع التركية أنها قامت بالرد على ما أسمته تحرش مقاتلات يونانية بسفينة أبحاث تركية في المياه الدولية ببحر إيجا، وأضافت أن طائرة مقاتلة يونانية من طراز F-16 قد ألقت قنابل ضوئية قرب السفينة التركية، وأن تركيا قامت بالرد على ذلك حسب القواعد المعمول بها. خلوصي أكار وزير الدفاع التركي أشار إلى أن هذه الحادثة واحدة من بين عدة حالات مضايقة، مردفا أن المضايقات اليونانية لا تليق بعلاقات حسن الجوار، وأنقرة لا تزال ترحب بالحوار وتنمية العلاقات الطيبة. بدورها نفت أثنى المزاعم التركية بشأن اقتراب مقاتلاتها من سفينة أبحاث تركية، مشيرة إلى أنها أبلغت تركيا احتجاجها على إرسالها سفينة أبحاث إلى بحر إيجا، ووصفت ذلك بأنها تحرك غير ضروري، خاصة وأن البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي يستأنفان المحادثات لرأب الصدع بينهما على خلفية النزاع البحري طويل الأمد. إذن هل تعود أنقرة وأثينا إلى المربع الأول لإعلان إجهاض المحادثات الاستكشافية بين البلدين قبل ولادتها؟ كل هذا وأكثر سنناقشه مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد هذا التقرير. ردا على التحرك التركي الأخير بإرسال سفينة أبحاث في المياه الدولية شمال البحر المتوسط، أربع طائرات حربية يونانية من طراز F-16 اقتربت من السفينة التركية. وزارة الدفاع التركية ردا على ذلك أعلنت أنها ردت على حادثة التحرش حسب وصفها، مؤكدة أن موقفها واضح حيال تلك التصرفات اليونانية. أثينا من جانبها نفت الأنباء التركية قائلة إن قواتها الجوية لا تنشط حاليا في تلك المنطقة، رغم احتجاجها فعلا على إرسال أنقرة سفينة أبحاث إلى بحر إيجا، وصفة ذلك بأنه تحرك غير ضروري. العلاقات التركية اليونانية التي مرت بمرحلة صعبة من التوتر الذي ينبع أساسا من خلافات تاريخية على الحدود البرية والبحرية والمياه الإقليمية والمجال الجوي وملف جزيرة قبرص، أضيفت إليها مؤخرا خلافات جديدة تتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، إلى جانب ملف اللاجئين واستضافة اليونان انقلابيين أتراكا، والخلاف حول آيا صوفيا، إلى جانب النزاع الإقليمي في المنطقة بشكل عام. تركيا التي أتاح لها التغاضي الدولي التحرك في المنطقة والإقليم بعد فترة من الهدوء النسبي عادت إلى معترك التحركات في ذات الملف، فيما يرى مراقبون أن اليونان التي تعاني صعوبات سياسية واقتصادية وترهلا عسكريا رغم تهديداتها الأخيرة باللجوء إلى الحل العسكري لا تجرؤ إطلاقا على ذلك، لافتين إلى أنها تحاول على الدوام اللجوء إلى أوروبا من أجل حمايتها. ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور خاي إيتان كوهين يانوروجاك، باحث الشأن التركي في مركز ديان في جامعة تل أبيب. أهلا بك دكتور خاي إيتان. وينضم إلينا أيضا من العاصمة اليونانية دكتور عارف عبيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة البانديو. أهلا بك دكتور عارف. ومن اسطنبول ينضم إلينا دكتور سمير صالح، أكاديمي ومحلل سياسي. أهلا بك دكتور سمير. وأبدأ هذا النقاش معك. إذن تركيا ترسل مجددا سفينة أبحاث إلى المنطقة المتنازع عليها لربما بين أثينا وتركيا، ثم تتهم سلاح الجو اليوناني بالتحرش بهذه السفينة. ألا ينطبق هذا عمليا على هذه الحادثة، المثل العربي الذي يقول ضربني وبكى سبقني واشتكى؟ مساء الخير للجميع. أولا أظن الآن أنقرة تتريث بانتظار انتهاء نتائج التحقيق في هذه الحادثة، لأنه الكثير من التصريحات والمواقف الصادرة عن القيادات التركية في الساعات الأخيرة تقول أنه هذه السفينة كانت موجودة في إطار خطة نافتكس، يعني معلن عنها سابقا بمهام بحث علمي واضح. هذه السفينة لم تكن سفينة محملة بالسلاح لأغراض عسكرية في المياه.
نقطة ثانية مهمة، هذا يؤكد أنه التوتر التركي اليوناني ليس فقط مرتبط بموضوع شرق المتوسط، بحر إيجا أيضا في قلب الأزمات بين البلدين، لكن مسألة التوقيت هنا في غاية الأهمية، ومسألة الأهداف من وراء تحرك يوناني من هذا النوع أيضا برأيي مهم للغاية. توقيت لناحية المناورات العسكرية اليونانية الأمريكية التي تابعناها جميعا على الحدود التركية اليونانية، رسائل برأيي مهمة ليس من الجانب اليوناني بل من الجانب الأمريكي هذه المرة. أنقرة تستعد بعد أيام لمناورات البحر الأزرق، الوطن الأزرق أيضا، هذه مسألة توقيت مهمة. نقطة ثالثة، اليونان يبدو أنها تعرف، نعم أنها غير قادرة على مواجهة أنقرة، لكنها تعرف أيضا أنها قادرة على لعب أوراق إقليمية ودولية. الورقة الأمريكية مع بايدن، علاقات معروفة بين أثينا وبين بايدن منذ 40 عاما. هذا الآن القمة الأوروبية المرتقبة في آذار، تحاول اليونان أن تخرج منها بنتائج ضد تركيا، محاولة فرض عقوبات، وتحاول كما يبدو أيضا إفشال المحادثات الاستكشافية المرتقبة في اليونان. أكثر من مادة برأيي دخلت الآن على الخط. إذن دكتور عارف، بما يتعلق بأثينا، ماذا يمكن عمليا لأثينا أن تقوم به، لسيما وأن تركيا مشرفة على مناورات في هذه المنطقة، ورأينا أيضا المناورات اليونانية الأمريكية؟ مساء الخير لكم من العاصمة اليونانية أثينا. أولا فيما يخص الموقف اليوناني، يعني نحن الآن نتحدث عن مناطق كثيرة بين تركيا واليونان، مناطق غير محددة بحرية وغير مرسومة، وهذا يعني شيء طبيعي أن تتحلل اليونان يعني أو أن عامل الشك تجاه تركيا شيء طبيعي باعتقادي، لأن هذه المناطق يعني تحاول اليونان يعني ضمن في إطار القانون الدولي أن تحصل عليها، وبنفس الوقت تحاول تركيا أن تضمن مصالحها. إذن هذا نتحدث عن منطقة غير مرسومة غير محددة. ثانيا، العامل الجغرافي الآن وتحديدا في بحر إيجيا معقد جدا، هناك يعني جزر يونانية قريبة من الشواطئ التركية تصل إلى 1 كيلومتر، فهذا يعني من الشيء الطبيعي أن تحدث اختراقات من طرف اليونان أو من طرف تركيا. يعني على سبيل المثال الطيران التركي يخترق عادة الأجواء اليونانية أكثر من مرة، وهذا يعني بسبب يعني العقدة الجغرافية. المهم في المشكلة اليوم هو العامل الوقت. الآن ابتدأت المفاوضات الاستكشافية بين البلدين من أجل يعني فتح الطريق لإنهاء هذا النزاع التاريخي بين البلدين. إذن إرسال تركيا باعتقادي لسفينة، على الرغم من هذا يعني حق سيادي لتركيا، ولكن بنفس الوقت إرسال سفن إلى منطقة متنازع عليها يعني باعتقادي غير مناسب في هذا الوقت، لأن المفاوضات بدأت وهناك رغبة يونانية بالاستمرار في هذه المفاوضات، والدليل على ذلك يعني تصريح رئيس الوزراء اليوناني بأن اليونان ترغب بحل سياسي مع تركيا، وفي حال فشلت هذه المفاوضات ستذهب إلى المحكمة الدولية. نعم، إذن دكتور خايئتن، هذا التوتر يأتي بين الطرفين، يعني بينما يقول الطرفان بأنهما على استعداد للتفاوض، إذن كيف هذا يؤثر على مسار التفاوض مستقبلا، وكيف نقرأ حادثة اليوم بهذا التوقيت؟ من المهم أن نشير هنا أن اليونانيين يغيرون القانون العالمي الذي ينص على أن الجزر أيضا لديها حدود. إن كنا ننظر إلى هذا الأمر، اليونانيون هنا أقوى، موقفهم أقوى من تركيا، وأيضا تركيا ليست مهتمة أو معنية بأن تتوجه للمحكمة العالمية، ولكنها تريد أن تحل هذه المشكلة مع اليونان عن طريق المحادثات. لكي تقوم بهذا، تركيا تريد أن تحدد أو أن تضع وقائع في الساحة، وتريد أن تحذر اليونان وأن تقول لليونان أن كل بحر
إيجا لا يمكن أن يكون يونانيا. وفي نهاية المطاف لتركيا لديها أيضا شاطئ طويل على هذا البحر، وهي ليست معنية بأن تعترف بسيادة كل الجزر القريبة منها من إن وجهة النظر التركية. هذه الجزر هيوس ليفسوس وسموتراكي، كل هذه الجزر هي في نهاية المطاف لا تتيح لتركيا أن تخرج إلى بحر إيجا. مثلا اليوم السفينة التركية تخطت هذه الجزر، وكنتيجة من ذلك رأينا هذا الرد اليوناني. نعم دكتور سمير، إصرار تركيا على إجراء الأبحاث في هذه المنطقة أو التنقيب يأتي بعد تكثيف دول منتدى غاز شرق المتوسط عمليا للقاءات فيما بينها والاجتماعات، ورأينا منتدى الصداقة. هل برأيك هنالك علاقة بين الأمرين، بين الحادثة واللقاءات التي في زخمها؟ طبعا طبعا أتفق معك، هذه جزئية مهمة في التوتر القائم في شرق المتوسط، لكن التوتر الحالي كما تعرفين هو مرتبط ببحر إيجا أكثر. في نقطة مهمة هنا، تركيا قالت أكثر من مرة أنها جاهزة للذهاب إلى التحكيم الدولي بتفاهمات مع أثينا، قالت أنها جاهزة إلى الذهاب إلى محكمة العدل الدولية أيضا لحل هذه النزاعات، لكن الجانب اليوناني كان مصر على نقل الملفات بشكل منفصل، كل ملف على حدة، وهذا ما رفضته أنقرة، أرادت أن تذهب كل الملفات في سلة واحدة إلى محكمة العدل الدولي. نعم الخيار الآخر ربما للحوار المباشر بين الطرفين برأيي هو الطريق الأسهل والأسرع والأضمن للوصول إلى تفاهمات، لكن الظروف والمعادلات والتوازنات السياسية الإقليمية والدولية القائمة اليوم برأيي عقبة أساسية أمام هذه التفاهمات. كما قلت لك قبل قليل، هناك أكثر من طرف ثالث الآن يحاول الاستفادة من التوتر التركي اليوناني، يحاول أن يبني اصطفافات جديدة، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تصنع أيضا مشهد عسكري جديد، قاعدة عسكرية أمريكية قريبة من الحدود التركية اليونانية، مناورات 20,000 مقاتل، هذه ليست مناورات، هذه استعدادات لإعلان حرب على طرف ما. ما معنى 20,000 جندي في مناورات عسكرية في هذه البقعة الجغرافية الضيقة؟ نقطة أهم. إذن هذه الرسالة كيف تتقبلها أنقرة عمليا؟ هذه المناورات الضخمة كيف تتقبلها أنقرة؟ استفزاز أمريكي واضح، بايدن يحاول هنا أن يقول بشكل علني أنه يريد أن يلعب الورقة اليونانية ضد تركيا. اليونان أيضا تستقوي بالاتحاد الأوروبي، معادلة معروفة، لكن في حقيقة موجودة على الأرض أيضا، على اليونان أن تعرفها وأن تقبل بها، أن اليونان تريد مساحة بحرية 30 ضعف لمساحتها في اليابسة، تريد أن تعطي قبرص اليونانية 15 ضعف لمساحتها في اليابسة. تركيا تتحدث، لكن ألا يمكن اعتبار اليونان مثل الفلبين، الجزر الفلبينية؟ صحيح، هذه عقدة أساسية في بنية بحر إيجا، لذلك أنقرة قالت أكثر من مرة أن هذا البحر له وضعيته البحرية القانونية التقنية الخاصة، ولابد من أن تناقش هذه المسائل ثنائيا بين أثينا وأنقرة، لكن الجانب اليوناني يصر على توسيع والتمدد بناء على الجزر القريبة من السواحل التركية. نعم. دكتور عارف، إذن يعني مآلات هذا التعقيد من الترسيم الحدودي المائي بين تركيا واليونان بسبب الجرف القاري، عمليا هذا يعيق على تركيا ويعيق أكثر على اليونان في الاتفاق على ما بينهما أين تقع الحدود، وهذا ما يضطر تركيا لربما بالرد كإرسال سفن تنقيب أو أبحاث، وأيضا بالمناورات يعني المشرفين عليها في كما تسميها الوطن الأزرق لعام 2021. كيف ترد على هذه القراءة؟ أولا هناك باعتقادي، وهذا ما يعني أقوله لكم يمثلني أنا شخصيا، الموقف لبحر إيجا مختلف تماما عما تحاول تركيا
تصويره، لأن بكل صراحة منذ اتفاق، على سبيل المثال أعطيك، عام 1936 هناك اتفاق لمضايق البوسفور والدردنيل. تركيا لديها صلاحية وطنية مقيدة حسب اتفاقية دولية، لا تستطيع ممارسة سيادتها كاملة. بنفس الوقت هذه الدول التي صنعت هذه الاتفاقية باعتقادي لن تسمح لليونان بقلب بحر إيجيا إلى بحيرة يونانية، وعلى سبيل المثال لا روسيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى حليفة اليونان فرنسا باعتقاد يمكن أن تدعم اليونان في مد مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا حسب القانون الدولي، لأنه في هذه الحالة ستضطر سفن هذه البلدان أن تطلب الإذن للمرور من اليونان، الأمر الذي يعني لا ترغب به. لذلك يعني على الساسة الأتراك أن يدركوا هذه النقطة، ولا تستخدم تركيا يعني كما كانت تستخدم اليونان عام 1900 حتى عام 1996 من أجل منع تركيا من دخول الاتحاد الأوروبي. يعني نفس السياسة تطبق، ولكن الآن من اتجاه الساسة أو عوامل السياسة الدولية تجاه تركيا، أي استخدام تركيا ضد اليونان. اليونان تلتزم الآن بالقانون الدولي وليس لديها حل آخر، إما السلام أو الحرب، واليونان اختارت طريق السلام وطريق المحكمة الدولية.